السلام عليكم، مرحبا بكم. ان شاء الله تكونوا كاملين بخير. اليوم جبت لكم وصفه الطاجين تاع سفرجل باللحم اللي طيبته في الترموميكس. يلا مع بعض نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنايا عندي حبات تاع سفرجل، عندي حبه ليمون. غادي الحاجه الاولى اللي نبدا بها هي ندير الماء والليم هنايا باش السفرجل تاعي ما يحليش. كما راك تشوفوا هكا نزيد عليه الماء تاع الحنفيه. غادي نجيب الحبات نتاع السفرجل تاعي نقطعهم كما راك تشوفوا. نقسمهم على أربعة إلا كانوا حبات موانيا. غادي نقيهم ونحيلهم هذاك القلب نتاعهم اللي يكون عاصي ونديره في الماء والليم. نكمل الكمية اللي راها عندي ونتلاقوا فيما بعد إن شاء الله. الحاجه الاولى بعد اللي قشرت السفرجل تاعي غادي ندير الماء هنا في البول تاعي واحد الليتر ونص تاع الماء. غادي نجيب هذوك السفرجلات تاعي اللي نقيتهم ندير نبدا بالسفرجل هو الاول نديره يفور نطيبه على البخار. وهنا في الطبقة الثانية تاع الكسكاس نجيب كمية تاع الزبيب نديرها تاني هي تفور باش نزينو الطبق نتاعنا. وهنا ندير السفرجل تاعي يطيب على البخار. ندير 30 دقيقة درجة حرارتها ضعومة. من بعد 30 دقيقة نتلاقوا إن شاء الله. وهنا حبيباتي الوقت اللي راه سفرجل تاعي تبخر راني وجدت هنا جوج حبات تاع بصلة كما راكم تشوفوا ودرت كمية على حسابنا هكا تاع اللحم. هنا عندي تاع الفو وعندي هنايا عود تاع قرفة وعندي زعفران الحر وعندي السمن صنع منزلي عندي زيت الزيتون وعندي ملح عندي فلفل أسود عندي سكنجبير كركم قرفة بودرة. نستنو هذا السفرجل تاعي تبخر ونعاودو نبداو الوصفه مع بعض ان شاء الله اللي غادي ديك المريقه اللي نطيبوها في الترموميكس. هنا كلشي راه طاب حتى السفرجل تاعي طاب. غادي كلشي نخليه بجهه كيف بردو ونواصلو الوصفه تاعنا. نمشي نغسل البول هذا. في البول هذا غادي نجيب هذوك زوج تاع البصلات نطحنهم ندير 10 ثواني السرعة 5. هنا طاحت 5 ثواني غادي نشوف البصل تاعي شوفوا كيش نطحن يا ان شاء الله. غادي نغاكلي هذوك الجوانب. ندير المقادير تاوعي. هنا ندير شوية تاع الزيت الزيتون ندير شوية ملح الملح حسب الذوق
كما راكم تشوفوا، شويه سكنجبير، شويه فلفل اسود، وندير قليل من القرفه، ما نكثروش باش ما تكحلناش المرقه، غير باش تجينا البنه. غادي ندير هذاك العود تاع القرفه من بعد اللي غسلته، وهنايا غادي ندير زوج زعفران كما راكم تشوفوا، نحلها بشويه ماء، نزيد شويه سمن، سمن صنع منزلي، ندير هذاك اللحم تاعي، نزيد هذاك الزعفران، نزيد شويه ماء باش نقلي الكل، في المره الاولى ما نكثرش الماء، زدت الغطا ونديرها 10 دقائق، مية وعشرة، وندير هنايا نحي هذا الموس باش ما يتحليش كامل الصوالح اللي راهم هنا، ندير هكا سونس انفيرس وندير ملعقة، هنا كلشي راه يتخلى، من بعد 10 دقائق نواصلو في الوصفة الثانية. وهنا من بعد لي جلست المدة غادي نشوفو، غاكلي كامل هادشي، هنايا كلشي راه تقلى ما شاء الله، انتم تشوفوا كلشي تقلى، نغاكلي كامل هادو الجوانب وغادي نواصل في الطياب. هنا غادي نزيد الماء، هنا نخلي المده تاع الطهي تفوت، وغادي نمشي نجيب صفرج تاعي نعسله، هذا فاش مليح الترموميكس كي يكون هو ديري الماكله تاعك طيب، انت تمشي ديري حاجه اخرى. وهنا نجيب الصفرج تاعي هذاك اللي طاب، صدفه هنايا راه طايب، غير نعسله شويه وصايب، غادي نجيب شويه سكر، ندير هكا كميه اللي قدر نعسل بها الكميه تاع السفرجه اللي عندي، وهنا عندي قطعه تاع زبده، وعندي قليل من القرفه، وهنا غادي نحي شويه تاع المرقه، ماشي بزاف غير شويه، هاد البصل نرجعه ونزيد لها واحد 15 دقيقه باش هكا يتجمر المرقه تاعنا تتجمر، هنا ندير ملعقه صوص انفيرس كما راكم تشوفوا، وغادا ندير فوق النار، وهنا نخليه يتجمع على نار قليله، وهنا هذا السفرجه تاعي راه يتعسل كما راكم تشوفوا، كاين اللي بغي معسل كاين اللي بغي طبيعي، غي خوره ويزين به الطبق هكا تاع السفرجل، وانا هنا من بعد اللي راه تعسل ليه
غادي نزيد لك 2 ملعقة تاع عسل تعطيه ذوق شباب. هذا العسل الحار عندي. وهنا المدة المطلوبة جازت، غادي نشوفوا اللحم تاعنا العطار ما شاء الله الروايح راها من 7 جار. هو دا الصفر تاعي تاع السنجة ما شاء الله، غير هكا ندور باش كامل يشرب هذاك العسل اللي عسلته فيه. في المرحلة هذه غادي نجيب طبس تاع التقديم ونحط فيه المريخة نتاعي ونزينها بالسفرجل، وغادي تشوفوا طريقتي. وانتم ان شاء الله الى جربتوا هذه الوصفة زينوها على طريقتكم. هاو ده السفرجل تاعي اللي عسلته،